الكورة ونروح النهاردة ونقول أعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى قائمة المنتخب اللي هتشارك في المواجهة بين جيبوتي وسيراليون ضمن تصفيات كأس العالم 2026. المفاجأة أن فيتوريا ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك، واحنا عارفين ان كان عندهم مشكله تم ايقافهم من قبل النادي لاسباب تاديبيه وتم احالتهم للتحقيق، وده اللي عمله الحقيقه النادي الزمالك. لكن بقى في جدل كبير في الاوساط الرياضيه طول الساعات الماضيه، خصوصا انه قرار الزمالك كان قرار اخلاقي بحت، انه ناس تم تاديبهم ما كانوش موجودين في المعسكر خرجوا منه، وكلنا عارفين هذه القصص. اللي بيفكر فيه فيتوريا الحقيقه بشكل تاني، عنده تفاصيل تانيه بيفكر فيها هيجاوب عليها ناقدنا الرياضي استاذ محمد جمال. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور. يعني يمكن الجدل ما بين ازاي نادي الزمالك تم ايقافهم بشكل تأديبي اخلاقي، ولكن فيتوريا يعني له رأي اخر. بالضبط، روي فيتوريا له رأي اخر، والنهارده برر ده في المؤتمر الصحفي ان لسه الاثنين لعيبه ما تمش القرار الرسمي بالنسبه لهم، مع ان انا شايف ان تم خلاص القرار الرسمي بالنسبه لهم من قبل نادي الزمالك بعرضهم للبيع مهما كانت التحقيقات. وانا شايف ان هو فعلا مجرد تبرير من روي فيتوريا. انا بصراحه شايف ان القرار يعني اخطا فيه روي فيتوريا بشكل كبير جدا، مش علشان ضغطه على الثنائي نادي الزمالك، ولكن عشان برضه يحصل تقويم للاعبي الكره المصريه، خاصه ده منتخب مصر، واثنين لعيبه يمكن خرجوا من المعسكر، وبعيدا كمان عن الخروج من المعسكر، هم الاثنين بعاد عن مستواهم خلال الفتره الاخيره بسبب كل واحد فيهم عنده سبب اخر، يعني سبب طبعا عدم التجديد حتى الان مع نادي الزمالك، او حتى حسم مصيرهم. انا مش بقول لك يجدد عقده مع نادي الزمالك، ولكن حتى ما تمش حسم مصير سواء فتوح او محمد صبحي، بجانب كمان ان الثنائي مستواهم حتى الان مش هو الافضل في بطوله الدوري، ولكن هو الراجل حب ان هو يحافظ على قوامه الرئيسي. يمكن مثلا احصائيه بسيطه جدا، لما تشوف محمد صبحي في 32 مباراه دخل فيه 39 هدف، هنا فين بالنسبه لاختيارات روي فيتوريا؟ فين من وجهه نظري العداله؟ يعني يمكن في حراس تانيين اقوى بشكل كبير جدا. لا، وفين الجاهزيه؟ يعني الجاهزيه بالضبط وان انا ابقى جاهز وابقى فت للمباراه وابقى فتاخديهم في اثنين في مباراتين كاس عالم، انا بصراحه بشوف انه كان يعني خيار خطا جدا من روي فيتوريا. كنت بتوقع انه لازم يضم البلعوطي حارس نادي انبي، او يضم لعيب زي علي لطفي من فريق نادي زد، او يضم حتى اي لاعب ثاني او اي حارس مرمى صغير، حتى لو مصطفى شوبير، طالما هو نفسه ان هو يضم حارس ثالث يكون صغير في الصغار في السن مع محمد الشناوي واحمد الشناوي، ولكن هو ليه قراره واحترامه ودعم المنتخب مصر، ولكن انا بشوفه قرار خطا بالمره، لان انت خليت نادي الزمالك ومجلس الاداره هيرد على منتخب مصر، ودخلت نفسك في مهاترات انت كنت بعاد عنها لتركيزك في تصفيات كاس العالم وفي مباراتين في غايه الاهميه في كاس العالم. وانا ضد الناس اللي بتقول ان دي مجموعه سهله، مش هتكون مجموعه سهله اللي فيها جيبوتي واثيوبيا وبوركينا وغينيا بيساو وطبعا فريق سيراليون، الخمس فرق مميزين، الاربع فرق مميزين جدا، الخمس فرق مميزين جدا، وكل الافريقيه تطورت بشكل كبير جدا. انا كنت ضد القرار ده بصراحه، ضد ضمهم، لان الثنائي بعاد تماما عن مستواهم وبعاد تماما عن تركيزهم. هو كمان يبين لي انا بقى يعني المشهد الكروي فيه فصل، يعني 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 ما يتم من خلال الانديه ليس له علاقه بالمنتخب، يعني فين قنوات الاتصال؟ يعني 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 هيخلي كمان اللعيبه يقول لك مش مهم اعمل اللي اعمله في النادي، بس انا هبقى موجود في المنتخب. يعني ده الشيء اللي هو يعني فين قنوات الاتصال؟ يعني مفيش قنوات اتصال انه او هو مش متابع، او الناس اللي بتشتغل في المنتخب تقول له لا معلش خد بالك انه ده تم تاديبهم في الزمالك، الزمالك ده نادي كبير كمان، يعني ف يعني اين قنوات الاتصال؟ لا هو اكيد عارف، وهو تبريره كمان غلط ان هو لو كان حصل معايا مشكله في المنتخب مع احد مدربيني فهل كان نادي الزمالك هيوقف؟ انا بصراحه شايف ان ده تبرير غلط، وانت كده بتبرر للاعب الخطا بالنسبه لي. يمكن دي اول خطا بالنسبه لي روي فيتوريا مع منتخب مصر خلال سنه وشهرين بيدرب فيهم المنتخب. بصراحه كنت شايف ان القرار لابد ان هو يكون افضل من كده، وان الاثنين يكونوا بعاد حتى لو على الاقل عن المعسكر ده لحين يشوف الفتره الجايه بالنسبه لهم ايه قبل امم افريقيا ان شاء الله في شهر يناير. يعني الاثنين لعيبه عندهم تأديب من نادي الزمالك، ولكن هم مختارين من قبل المنتخب. يعني الحقيقه حاجه غريبه شويه. خلينا نشوف، يعني يبدو الكوره يعني برضه ليها تفكيرها، يعني وفيتوريا يتحمل يعني قراراته. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد جمال.